الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير المكثف ما تسمى قاعدة كريمرز في المصفوفات أو كريمرز رول. هذه القاعدة مهمة جدا في حل أو الحصول على القيم التي تحقق ما تسمى منظومة المعادلات الآنية. وعلى بركة الله نبدأ. الآن كما ذكرت قبل قليل، تستخدم قاعدة كريمر في كثير من المسائل الرياضياتية، خاصة في حساب قيم المتغيرات في منظومات المعادلات الآنية أو ما تسمى Simultaneous Equation System. وعلى سبيل المثال لنفترض بأن لدينا منظومة بسيطة الآتية. هذه الآن المنظومة البسيطة مكونة من معادلتين آنيتين، 3x سالب 2y تساوي 10 المعادلة الأولى، أما المعادلة الثانية اللي هي سالب x زائد 4y تساوي سالب 4. هذه الآن منظومة معادلات آنية تتكون فقط من معادلتين آنيتين ومتغيرين x وy. نريد الآن أن نحسب القيمة، قيمة x وقيمة y التي تجعل هذه المنظومة صحيحة على الطرفين، يعني الطرف الأيسر يساوي الطرف الأيمن. يمكن وضع المنظومة على شكل مصفوفات كما يأتي الآن. الآن نعيد تصميم هذه المنظومة على شكل مصفوفات A X تساوي D، حيث الآن A، هاي الآن A هي مصفوفة المعاملات في الصف اللي هاي عند الصف الأول 3 سالب 2، هذا 3 سالب 2، والصف الثاني سالب 1 هنا والأربعة هنا، إذن هذه A. أما الحرف الكبير X السميك الأزرق هذا فهو الآن متجه المتغيرين X و Y. هذا الآن X الكبير السميك هذا تساوي X و Y. وأخيرا D هذه هي عبارة عن الحل هذا 10 وسالب 4. هذا الآن D تساوي المتجه، متجه العمود طبعا هنا 10 وسالب 4. سنستخدم كل هذه المعلومات الآن والتصميم في إيجاد قيمة X و Y التي تجعل هذه المنظومة صحيحة على الطرفين. نتابع الآن. تستوجب قاعدة كريمر إنشاء ثلاث مصفوفات كما يأتي. نحتاج الآن مصفوفة A ثم ما تسمى بدلتا 1 دلتا 2 كما يأتي. إذن هنا الآن أولا المصفوفة A، وهي كما ذكرنا هنا هي تساوي A تساوي 3 سالب 1 سالب 2 4، ذكرناها قبل قليل وهي هنا. أما المصفوفتين التاليتين هما دلتا 1 دلتا 2 هما كما يلي. إذن دلتا 1 دلتا 2 نقوم الآن أول خطوة في هذه الخطوة الثانية، نشطب هذا العمود ونستبدله بهذا العمود، ثم الخطوة الثانية نشطب هذا العمود ونستبدله بهذا العمود مع الإبقاء، يعني عندما نشطب هذا العمود نبقي على هذا العمود، وعندما نشطب هذا العمود نبقي على هذا العمود. فكيف الآن دلتا الآن 1 تساوي، لاحظوا بعد أن شطبنا هذا العمود عوضنا مكانه هذا اللي هي 10 وسالب 4، بقيت الآن سالب 2 و 4. ودلتا 2 الآن، هذه دلتا 2 أبقينا على هذا العمود، شطبنا العمود الثاني واستبدلنا بهذا، إذن 3 سالب 1 بقيت، والآن بدل هذا العمود اللي هو سالب 2 4 استبدلنا ب 10 وسالب 4. الآن هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة الآن نقوم بحساب محددة هذه المصفوفة الأصلية اللي هي A مصفوفة المعاملات، ثم محددة هذه المصفوفة التي يعني قمنا ببنائها من هنا بالتعاون طبعا باستخدام D، ثم هذه المصفوفة الثالثة والأخيرة اللي صممناها من هنا باستخدام دي. الآن نقوم بحساب محددة هذه المصفوفة ومحددة هذه المصفوفة ومحددة هذه المصفوفة. هذه الآن نقوم الآن كما ذكرت بحساب محددة كل مصفوفة. محددة المصفوفة A تساوي 3 ضرب 4 سالب، نفتح القول سالب 1 في سالب 2، إذن بكون الجواب يساوي 10. ومحددة المصفوفة دلتا 1 تساوي 10 ضرب 4 40 سالب، سالب الآن 4 في 2 8 وبالتالي تساوي 32. وأخيرا محددة هذه المصفوفة اللي هي دلتا 2 تساوي 3 في سالب 4 سالب، سالب 1 ضرب 10 وتساوي سالب 2. إذن هذه قيم المحددات الثلاثة 10 و 32 وسالب 2. الخطوة الأخيرة حتى نحسب قيمة X و Y
تكمن كما يلي. الآن إذا قسمنا 32 اللي هي محددة دلتا 1 على المحددة هي 10، بكون بالحالة هي قيمة X. هذه X إذن محددة دلتا 1 مقسمة على محددة A تساوي 32 مقسم على 10 يساوي 3.2. والآن Y تساوي محددة المصفوفة الأخير اللي هي دلتا 2 مقسم على محددة المصفوفة A تساوي سالب 2 على 10 تساوي سالب 0.2. كيف يمكن لنا أن نتحقق أن الحل صحيح اللي ما قمنا به كان صحيحا؟ نقوم الآن بتعويض 3.2 محل X في كل معادلة، ونعوض سالب 0.2 محل Y في كل معادلة، وهي الآن الشريحة هذه القادمة. كي نتحقق من صحة الحل نقوم بتعويض قيمة X هذه القيمة وY هذه القيمة أين في المعادلة الأولى والمعادلة الثانية من المنظومة. ما الذي حصلنا عليه هنا بالضرب؟ لاحظوا لي هذا صحيح تساوي 10 وهذا صحيح تساوي سالب 4، ما يعني بأننا قمنا الآن بالحصول على الحل الصحيح والوحيد في هذه الحالة. نقوم الآن بضرب مثالين آخرين لكن على منظومة ثلاثية، ثلاثة بثلاثة يعني. إذن هنا طبعا ما هو المطلوب، مثال على مصفوفة ثلاثية. لنفترض وجود المنظومة الآتية الآن، 5X زائد 3Y زائد 4Z تساوي 12، هي المعادلة الأولى من المنظومة. أما المعادلة الثانية من المنظومة اللي هي 2X زائد Y سالب Z تساوي 5، والمعادلة الثالثة من المنظومة 4X سالب 2Y زائد 2Z تساوي 8. الآن نقوم بالإجراءات ذاتها، لكن عندي الآن المصفوفة A راح تكون 3 بـ3، فأي أن الآن AX تساوي D، حيث A الآن هي 5 3 4، هذه 5 3 4 و 2 1 سالب 1 2 1 سالب 1 و 4 سالب 2 2 4 سالب 2 2. أما X السميكة الزرقاء فهي المتغيرات X و Y و Z، و D تساوي 12 و 5 و 8. ها إذن الخطوة التي قمنا بها الأولى، يعني قمنا بتصميم المصفوفة A ثم المتجه X هذا ثم المتجه D. ما هي الآن الخطوة الثانية؟ المصفوفات الضرورية عند المصفوفة A هذه بقيت كما هي. بعد الآن دلتا 1 نشطب هذا العمود ونستبدله ب D. لاحظوا لي، فهاي عند 12 5 8 مكان هذا العمود، بقي العمودان هذا الثاني والثالث كما هما في هاي المصفوفة الأولى. أما المصفوفة الثانية فنشطب العمود الأوسط، نبقى على 5 2 4 5 2 4 هنا، نشطب هذا ونستبدله بالعمود دي هذا، فإذا هذه 12 5 8 ويبقى هذا العمود كما هو. أما المصفوفة الثالثة والأخيرة، طبعا هاي الأولى الثانية الثالثة الرابعة والأخيرة اللي هي دلتا 3 تساوي بقي هذا العمود كما هو هنا هنا، أما هذا شطبناه واستبدلنا بداله D اللي هو 12 و 5 و 8 هنا 12 5 8. هذه الآن الخطوة الثانية. أما الخطوة الثالثة فحساب محددة هذه المصفوفة ومحدد هذه المصفوفة ومحدد هذه المصفوفة ومحدد هذه المصفوفة. حتى أكون دقيق وأمين علميا، قمت باستخدام برنامج الإكسل لأنه بتأخذ منا وقت كثير حتى نقوم بحسابها يدويا، فقمت باستخدام برنامج الإكسل اللي هو MDIT. بعطيك رأسا هذا، يعني راح أساوي فيها إن شاء الله مقطع لاحق فيما بعد كيف نستخدم الإكسل في حساب determinant أو محددة المصفوفات. وبالتالي الآن محددة A تساوي سالب 57، محددة دلتا 1 تساوي سالب B 26، محددة دلتا 2 تساوي سالب 22، وأخيرا محددة دلتا 3 تساوي 6. هذا باستخدام برنامج الإكسل اللي هو مايكروسوفت إكسل. نقوم الآن بقسمة هذه القيمة على determinant of A، ثم هذه القيمة ثم هذه القيمة حتى نحصل على XYZ، فكانت كما يلي. هذه النتيجة X تساوي سالب 126 على سالب 57،
هنا الآن قيمة تقريبية، لأنه في عندي أرقام دورية، وهذه قيمة تقريبية وهذه قيمة تقريبية، وأكرر هنا هذه قيمة مقربة وهذه قيمة مقربة وهذه قيمة مقربة. عندما عوضت كان حاصل يعني المعادلة الأولى قريب كثير من 12، والمعادلة الثانية قريبة كثير من 5، وقريبة والمعادلة الأخيرة قريبة كثير من 8، ما يعني بأن التقريب كان يعني إلى حد ما مقبول. هذا الآن اللي هي يعني X تساوي حاصل قسمة محددة هذه المصفوفة اللي هي هنا 126 سالب على محددة هذه المصفوفة سالب 57، والشيء ذاته كررناه لكن لمحددة المصفوفة الثانية اللي هي سالب 22 قسم على 57. ال 57 لاحظوا لي هو العامل المشترك في كل قسمة، لكن الذي يختلف في البسط هو محددة المصفوفة الأولى، محددة المصفوفة الثانية، محددة المصفوفة الثالثة اللي هي دلتا 1 دلتا 2 دلتا 3. أعطي أخيرا هذا الآن مثال آخر على مصفوفة ثلاثية حتى تترسخ الفكرة بأذهانكم أحبتي جميعا. لنفترض وجود المنظومة الآتي، هذه الآن منظومة X1 سالب 2 X2 زائد 4 X3 يساوي 15، سالب X1 زائد X2 زائد 6 X3 يساوي 10، والمعادلة الثالثة 3 X1 سالب X2 سالب 4 X3 يساوي 16. الآن هذا A اللي هي 1 سالب 2 4، هنا 1 سالب 2 4، هنا سالب 1 1 6 سالب 1 1 6، وأخيرا 3 سالب 1 سالب 4. فالآن بعد ما نشطب هذا العمود نستبدله ب 15 على 16، 15 10 16، هنا هي دلتا 1، أما دلتا 2 دلتا 3 فهما على التوالي هذه القيم. يعني يمكن لك أن توقف المقطع عند هذه اللحظة حتى تتحقق. آخر خطوة الآن هي حساب محددة، كذلك الأمر قمت باستخدام برنامج الإكسل حتى يعني أتحقق من كل شيء أنه ما عملنا خطأ. فكان محددة المصفوفة A تساوي سالب 34، محددة المصفوفة دلتا 1 تساوي سالب 346، محددة المصفوفة دلتا 2 تساوي سالب 110، وأخيرا محددة المصفوفة دلتا 3 تساوي سالب 96. إذن الآن X1 تساوي هذه القيم قسمة هذه القيم تساوي 10 تقريبا، هنا تقريبا لأنه في يعني أرقام دورية، تقريبا 10.1765، أما X2 تساوي تقريبا 3.2353، وأخيرا X3 تساوي تقريبا 2.8235. هذه أريد أكرر، هذه قيمة مقربة، هذه قيمة مقربة، وهذه قيمة مقربة. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبة الطلبة حيثما كنتم، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.